السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروعنا اليوم مميز، مشروع في حي كاشستو يمرة. المشروع اسمه لوفت بارك. مساحة البناء 5000 متر مربع تقريبا، 5 دونم. المشروع عبارة عن برجين، كل برج A و B و C و D، يعني يعتبر كل بلوك ملتصقين في بعض. موجود في عدد جيد من الشقق، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة. الشقة اللي بنصورها شقة نموذجية، ثلاث غرف وصالة، مساحتها 180. حاليا أنا متواجد في الساحة الخارجية للمجمع. تعالوا مع بعض نشوف الخدمات اللي موجودة في الساحة الخارجية. حاليا احنا متواجدين في الساحه الخارجيه، زي ما انتم شايفين مسطحات خضراء، نوافير، عندنا جلسات عائليه، بالاضافه الى سكيورتي، نظام 24 ساعه على مدار الاسبوع. ما ننسى ايضا انه موجود ممشى خاص اطراف المجمع، يعني حول المجمع ممشى خاص. مداخل البنايات زي ما انتم شايفين من هنا مختارين ومنسقين الجلسات العائلية، يعني حاجة راقية جدا. النوافير موجودة، يعني الواحد يستمتع في الحديقة الخارجية أيضا. حاليا أنا مقابل البلوك B والبلوك A بجوارها، والشقة النموذجية اللي بنصورها في البلوك A. الواجهة الخارجية للبناية زي ما انتم شايفين، واجهة ألوانها براقة والدروب زينات بزجاجية. عند الأدوار الأرضية زي ما شايفين حدائق في الأدوار الأرضية، يعني شيء مميز. بالإضافة إلى ذلك في مسبح مغلق، صالة فتنس، عندنا ألعاب أطفال، وعندنا ملاعب رياضية، وفي مكتب خاص بالمبيعات عشان نكون إحنا دائما متواصلين مع صاحب المشروع والمسؤول عن المجمع بمكتب المبيعات. تعالوا مع بعض نشوف الخدمات اللي موجودة في المجمع. أنا حاليا أنا ماشي في الممشى الخاص بحول المجمع، بالطرف الخارجي للمجمع. الممشى الخاص فيه حاطينه بطريقة في اللين، اللي هو يعني الواحد يوم يمشي ما بيتعب. الطبقة الخارجية للممشى عندكم هنا، إنارات، نباتات، يعني أشجار، حاطين مجملين الحديقة بطريقة راقية جدا. مكان خاص بالملاعب الرياضية، وعندنا أيضا هنا بالإضافة إلى صالة الفتنس عندنا صالة رياضية خارجية. هذه هي صالة الرياضية خارجية، وعشان الأطفال عندنا هنا شطرنج. نقدر نلعب الشطرنج هذا، يعني مسوين أكتيفيتي جميل جدا بهذه الخدمات اللي موجودة في المجمع. تعالوا مع بعض نلقي نظرة على الشقة النموذجية ونشوف إطلالاتها والخدمات اللي موجودة داخل الشقة. تعالوا معنا. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الشقة، ثلاث غرف صالة، مساحتها 180 متر مربع.
الشقة هذه نظام الشقق الذكية سمارت هومز، زي ما شفتوا فتحتها عن طريق التطبيق. الشقق هذه الشقق الذكية نقدر نستخدم كل شيء فيها عن طريق التطبيق، فتح الباب، الإنارات، بالإضافة إلى عندنا هنا يسارنا انترفوم. الانترفوم برضو نقدر نستخدمه في إطفاء الكهرباء والستائر وكل إيش الحاجات اللي نستخدمها عن طريق الكهرباء في الشقة. يميناً عندنا هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، منسقة جميلة ألوانها جذابة، بالإضافة إلى أرضيات الهول سيراميك درجة أولى. نتوجه إلى المطبخ، تفضل معنا. زي ما انتم شايفين مساحة المطبخ مساحة جيدة، الدواليب هذه دواليب راقية جدا، إليت زي ما انتم شايفين ألوانها براقة، بالإضافة إلى أنه الموديل هذا أنه ناخذه إكسترا، هم مسوين الشقق موديلات عادية، إذا نبغى الموديل هذا نقدر نطلبه من صاحب المشروع أنه يضبط لنا إكسترا. فزي ما انتم شايفين أنه نظام هيدروليك، البابين كله، بالإضافة إلى أغلبية الشقق المنطقة اللي موجودة هنا في النص يكون ورق جدران أو يحطوا سيراميك، هنا حاطين نوعية بوية جيدة. وعندنا أيضا أماكن خاصة بالزجاجيات اللي هو قوارير العصير مثلا موجود في مكانين، بالإضافة إلى أنه مكان خاص وانتم بكرامة بسطل النفايات. وأيضا ما أنسى أنه هنا نوعية خشب اللي محطوط على السقف الدولاب اللي هو مكان المجلى، يعني مستخدمين كل شيء درجة أولى، ولنا حرية الاختيار في اختيار الألوان، ألوان السيراميك، ألوان الدولاب، كله يجيبوا لنا الكتالوج ونختارها بأفضل نوع على ذوقنا إحنا. أشرح لكم الحاجة اللي نقدر نستخدمها ونختارها في الشقة. حاليا الممرات اللي هو الكوريدور نقدر نستخدم السيراميك، الألوان هذه اللي موجودة عندنا تقريبا عندنا 5 ألوان السيراميك. عندنا دواليب، قصدي آسف، الأبواب، أبواب الشقة نقدر نختار الموديل اللي نبغاه عن طريق الكتالوج هذا، نختار الأبواب اللي نبغاها وألوانها وديكوراتها زي ما نحب. بالإضافة إلى ذلك عندنا المطبخ نوعين، المطبخ اللي صورناه في الشقة النموذجية بالإضافة إلى الشقق العادية، الرخام اللي موجودة على المطبخ ألوانها عندنا تقريبا هنا 5 ألوان، نقدر نختار اللون اللي نبغاه. بالإضافة إلى الدولاب اللي نختاره ألوانها موجود أيضا هنا، ألوان مختلفة ألوانها كثيرة، تقريبا أقدر أقول ممكن أكثر من 200 لون، أكثر من 200 لون. ما أنسى أنه الشيء هذا إيش هو؟ اللي هو ينحط في دورة المياه في المروش، يسمونه أيضا تصريف الماء. الباركيهات اللي موجودة في الصالة وفي الغرف شوفوا ألوانها، عندنا هنا 8 ألوان، نقدر نختار الألوان اللي نرغبها ونختارها، كلها درجة أولى مواد مستخدمة في الشقة هذا أو في المشروع درجة أولى، يعني لنا حرية الاختيار في الألوان، السيراميك، الباركيهات، دواليب المطبخ، موديلات المطبخ وإلى آخره. أديتكم تفاصيل كاملة للمطبخ، نطلع مع بعض للبلكونة. زي ما تشايفين الأبواب لها نظامين، نقدر نفكها بهذه الطريقة ونقدر نفكها بالطريقة الثانية، يعني في اتجاهين. هذا الشيء المميز في الأبواب، والشيء الأفضل كمان أنه الأبواب والجدران والأرضيات كلها بنظام عوازل مصممينها أنه لا نسمع صوت ولا الحرارة أنها تأثر علينا في فصل الصيف
ولا البرودة فصل الشتاء، ونظام التدفئة في الشقة ككل تدفئة أرضية، والتبريد أيضا تبريد أرضي من الجدران والأرضيات. نشوف مع بعض الإطلالة. إطلالة الشقة النموذجية هذه إطلالتها على البحر من بين البنايات، وإطلالة مميزة على المجمع. عندنا قسمين، القسم هذا نقدر نحط فيه طاولة ونشرب قهوتنا، والقسم الآخر من جهة الصالة قسم آخر صغير، يعني حاطينه مقسمين القسمين. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. نتوجه إلى الصالة، نديكم المميزات اللي موجودة في الصالة. ندي أمر لفتح الستائر. مساحة الصالة تقريبا 30 متر مربع مساحة الصالة. أرضياتها زي ما قلت لكم أرضيات باركيه، والتدفئة أرضية، يعني لا نستخدم لا مكيفات ولا تدفئة، نتحكم بالتدفئة وبالتبريد عن طريق التطبيق. مخرج للبلكونة من جهة الصالة، وعندنا الإطلالة الثانية من الجهة الثانية، وأيضا نقدر نطفي الكهرباء ونفتحها عن طريق التطبيق. المساحة هذه حاطين فيها طاولة السفرة، بالإضافة إلى مساحة طقم الكنب. ما ننسى أيضا ديكورات السقفية وإنارة ليد وسبوت لايتات. نكمل تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا. نتوجه هنا إلى الشيء المميز في هذه الشقة، تعالوا مع بعض. عندنا هنا حاطين دولاب خاص بالأحذية، بالإضافة إلى مكان خاص أيضا للكوي مع المكواة، يعني شيء مميز في هذه الشقة اللي هو مشروع لوفت بارك. وعندنا هنا أماكن خاصة نقدر نعلق فيها الملابس، وهذه الغرفة خاصة بالكوي وتعليق الملابس. مقابلها عندنا الغرفة الأولى، مساحة الغرفة جيدة، حاطين فيها كنبة، وعندنا هنا مكان خاص لدولاب التلفزيون. في الشقة هذه أو في الشقة ككل عندهم 4 أماكن للتمديدات التلفزيون، واحدة في الصالة، واحدة في غرفة النوم، واثنين في البلكونات. نطلع من الغرفة هذه نشوف ايش اللي موجود غيرها. عندنا هنا في الممر مكان خاص لغسالة الملابس، نقدر نحط هنا النشافة أيضا أو السخان إذا تبغى سخان. برضو صاحب المشروع كلمني على أساس أنه السخان ما يحتاج في الشقة هذه، على أساس أنه تدفئة الموية عن طريق الكهرباء، يعني نقدر وإحنا طالعين نسينا الكهرباء، نسينا الموية شغالة، والأمور هذه كلها نقدر نقفل عن طريق التطبيق في الجوال. نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتم بكرامة. دورة مياه راقية، ألوان براقة، شيء جميل وراقي. المروش مستخدمين أدوات صحية بنظام جاكوزي، شيء راقي جدا. مقابل دورة المياه عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية هذه حاطينها كغرفة أولاد، مكان خاص للسرير فردي مع الكومودينات والدولاب والمكتبة، ولها بلكونة جانبية خلفية عفوا. البلكونة هذه إطلالتها على الطبيعة الساحرة. زي ما قلت لكم انه الابواب المستخدمه مانعه للصوت او عازله للصوت، فلو تلاحظوا انه من يوم ما فكيت الباب
بدأ صوت الخارجي يظهر لنا. نطلع من الغرفة هذه نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية الماستر. تعال نشوف المميزات في غرفة النوم الرئيسية. مساحة غرفة النوم مساحتها رائعة، مكان خاص للسرير مزدوج مع كوميديناتها، ومكان خاص للدولاب يعني منسقينها بطريقة جدا رائعة، حتى مكان رأس السرير مكان حاطين لون مميز، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية. وأيضا لو تلاحظوا أنه موجود نظام الجاكوزي في حمام غرفة الماستر، يعني مشروع راقي وشيء رائع. نسيت أقول لكم أنه زي ما أنه كانت التدفئة أرضية، عندهم تمديدات للأفياش أنه الواحد كأسرة يقدر يستخدم الأدوات الكهربائية مثلا كاستشوار ككي الملابس وإلى آخره، مسوين بريز أو هو أفياش أرضية، يعني هذا الشيء مميز في المشروع. المواد المستخدمة مواد إيطالية كباركيكا أو كالشبابيك، العوازل والأمور هذه كلها اختيارية، نقدر نأخذ الألوان نختارها على ذوقنا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة النموذجية في مشروع لوفت بارك. العرض اللي شفناه اليوم مناسب للجنسية التركية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.